اليوم بتكلم عن بشرتي بحب. بشرتي تعبر عن قصتي. أنا كويتية، أمي وأبوي كويتيين، وايد يشبهوني بأمي، كلش ما أشبه أبوي من ناحية لون البشرة، ما أشبه لا أمي ولا أبوي، أهما وايد أفتح مني. أنا بشرتي تعتبر حنطاوية، بس هالشي عمره ما ضايقني، بالعكس كنت متميزة بين إخواني وخواتي. دايما كنت أسألهم متأكدين أن أنا أخدكم؟ أرجع وأقول بشرتي تعبر عن قصتي، عشان كذي وايد مهم بالنسبة لي أني ألقى الفاونديشن اللي يناسب بالضبط نوع ولون بشرتي. مع لوريال باريس ترو ماتش فاونديشن راح تلقون 15 درجة تناسب كل ألوان البشرة والأندرتون. أنا لقيت ماي ترو ماتش ودرجتي W8.